تابعين بمحطاتنا الدورية من عيون بيروت لليوم، وضمن سلسلة علوم الإزوتيريك صدر حديثا عن منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء بيروت، كتاب يوم في عالم الوعي بقلم البار السمراني. الكتاب هو عبارة عن نظرة داخلية باطنية حياتية تغوص بأهمية اليقظة الفكرية في حياة الإنسان. ومزيد من التفاصيل حول موضوع الكتاب مع الباحث والكاتب أنور السمراني. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنور بعيون بيروت. بداية أنور، يعني طبعا مثل ما صرت أعرف شوي أنا من مقابلتي عن الإزوتيريك، الإزوتيريك هو علم كيف أنه نخلي حالنا نصير أفضل بالحياة. صحيح. طبعا يعني أنت مش متخصص بالإزوتيريك، شو اختصاصك، شو بتشتغل، شو بتعمل بالحياة؟ انا بشتغل موظف بشركه عقاريه، وبالتالي كلنا بالإزوتيريك كطلاب عندنا الكتابه هي شيء بنعمله بوقتنا بوقت الفراغ، لانه كمان مع التعمق بدراسه الإزوتيريك كل واحد صار عنده خبرات عبر السنين وعبر كل شيء اختبرناه، لانه الإزوتيريك هو علم تطبيقي طبعا، وبالتالي نحن كل شيء طبقناه بالإزوتيريك اخذنا نتيجته تحسين لحياتنا على كل الأصعدة، حبينا كمان نحطه بخبرات. وهذا الكتاب واحد من كتب الطلاب، واحد من أصل 80 كتاب صاروا اليوم منشورات الإزوتيريك، كتاب و مترجمين لست لغات ومنشورين بكل العالم. طبعا صحيح. ومنذكر انه الإزوتيريك هو بحد ذاته هيدا العلم، هو يعني ما بعرف اذا صح التعبير انه نقول انه اخترعه شخص لبناني او كتبه يمكن شخص هو اللي لبناني. اللي قدمه بلبنان وبالعالم العربي هو الدكتور جوزيف مجدليني، يلي اسس اول معهد إزوتيريك بلبنان وبالعالم العربي. مش اخترعه لانه المعرفه موجوده، وانما جاب هيدي المعرفه وقدمها للعالم العربي بشكل كثير واسع. ومثل ما عم بقول لك صاروا 80 كتاب على الجرار. طبعا يعني في واحد من الكتب هن صح. كتابك اللي هو يوم في عالم الوعي، اكثر بدنا نحكي شوي بالتفصيل عن هذا الكتاب. بدايه شو بيتضمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب مثل ما بقول عنوانه هو يوم كامل 24 ساعه بس وعي فيها مكثف، يعني كانت الخبرات بهيدا النهار اللي مرق على طالب بالإزوتيريك كانت خبراته مكثفه جدا، من حيث شو قدمت له الحياه فرص لحتى يتعلم، من حيث شو كيف تهندست الاحداث من الحياه من حوله لحتى تحط ظروف معينه اوجدته مع اشخاص، وخلقت له كمان خبرات باطنيه بالاحلام صارت معه لحتى تفتح له مجال لحتى يتطور على اكثر من صعيد. والرحله تبع الكتاب هي شرح كيف ممكن الانسان يحلل هيدي الرسائل من الحياه لحتى يستعملها ويفوت لجوا لحتى يكتشف من جوا شو النواقص اللي فيه لحتى يشتغل على حاله ويحسن حاله من خلالها. الكتاب اجى بطريقه روايه، بس بقلب الروايه بنفوت اكيد بكل بعده مواضيع لحتى نشرح فيها كيف يستفيد من اي شيء عم بيصير حواليه. ذكرت انه الكتاب جاي بطريقه روايه، يمكن الانسان بيستمتع انه يقرا هذا الكتاب، ولكن هل في رساله معينه انه حابب انت توصلها للناس من بعد قراءه الكتاب؟ نعم، اهم شيء هو كيف دائما الانسان يكون عم يعمل تقييم لحاله، اهم شيء كيف الانسان دائما يكون فكره متوثب لحتى يراقب الامور من حوله شو فيها رسائل لتطوره، واهم شيء التقييم الذاتي اللي الانسان اذا ما فات لجوا على الباطن اللي فيه لحتى يسمع شو صوت الضمير، لحتى يسمع شو الرسائل اللي عم تجي من الباطن، حسن فيها الظاهر ويشيل هالسلبيات اللي كان عم يشتغل عليها ويشيل هالسلبيات اللي عم تأخره عن تطوره وتفتحه، كيف يستعملها بشكل عملي عملاني. فهيدي هي أكثر رسالة، هي كيف الإنسان يكون أكثر واعي لمجريات الأمور اللي عم تصير معه، مش بس عم يحكي بظواهر الأمور أو بالعاديات، لا يغوص أكثر لجوا، يعني يكون إنسان عميق أكثر. يعني أنت ذكرت هون كيف الإنسان ممكن يعمل التقييم الذاتي، يعني إذا بدي أتحدث شوي بالتفصيل عن التقييم الداخلي المستديم لإلنا، شو معناته؟ يعني كيف فينا نحن نعمل تقييم بشكل مستديم بشكل لنفسنا؟ إذا بدنا نبسطها كثير، هلا الكتاب بيرجع بفوت بغوص أكثر كيف نحلل رسائل الأحلام، كيف نسمع عن جد، رح نحكي فيهم بالتفصيل، بس خلينا شوي شوي هيك نشرح للمشاهدين. بس اول شيء يعني بشكل كثير عام وكثير بسيط، كل الانسان ياخذ من نهاره 5 دقائق 10 دقائق يعمل فيهم هيدي التقييم، يرجع لورا شو اللي عمله بنهاره وكان مفيد، شو اللي استفاد، اذا استفاد من شيء خبره تعلم شيء جديد يرسخها بالوعي ويتعلم منها لحتى يطبقها اكثر، اذا صار معه شيء غلط يحلل وين صار معه غلط، كيف صار الغلط، مع مين صار الغلط، ليه صار الغلط، وليه صار الغلط وكيف ومع مين، لحتى كل شيء هالسلبيات اللي عم نعملها نحن كل يوم، وفي اوقات كثير بنعملها بدون انتباه منها، خلينا كل يوم يكون عندنا تقييم
صغير لحتى نحضر كيف ثاني يوم نحسن يومنا. اذا كل يوم قدرنا نحسن 1% عن اليوم اللي قبله بنكون عملنا نحن انجاز كثير كثير عظيم. انا بدي احسن شوي من وعينا هلا مثل ما بقولوا، وبدي شربك فنجان قهوه من ديلونجي هيك، لانه حديثنا رح يكون عميق ومثمر جدا بالحديث عن الوعي وبالحديث يمكن كيف الانسان في يحسن من نفسه. قد ايه بتشرب قهوه؟ يعني بحكم الشغل مجبورين، والقهوه منيحه يعني كثير منيحه، بتوعي يعني بتوعي الوعي. اي طبعا. اليوم نحن عم نحكي عن كل الوعي، لكن كنت عم بتقول لي انه الانسان لازم يقيم نفسه. في كثير ناس مثلا بنحسها انوار ما عندها هالشيء، مثلا ما بيقيموا نفسهم، بيقطع عليهم شهور من حياتهم، ما بيفكروا شو عملوا منيح مش منيح، وين وصلوا بحياتهم، الاهداف اللي فكروا فيها بحياتهم، هل وصلوا للاحلام؟ هل يا ترى هذا شيء طبيعي يعني عند الشخص بذاتي بنفس الانسان من جوا؟ شوفي يعني الايزوتريك بيقول لك اذا واحد ما وصل ليعمل تقييم وعيا بده يرجع يجي ياكل شي خبطه شي مطرح تجبره يعمل تقييم. ميرسي. اوكي بقى لا، الافضل انه الانسان يسعى لانه يتطور عبر المعاناه مش عبر الالم. اوكي. وهدول مفهومين بيقدمهم الايزوتريك كمان بكل كفاته، انه ليش بدي انا انطر الالم حتى يجي لعندي، وما بختار درب المعاناه. يعني انا اخذ ويلنجلي اوكي الطريق لحتى انا اشوف شو في عندي اغلاط واشتغل عليهم. مثل كتاب مثلا عاد ليخبر بالإزوتريك اللي طباعته كذا مرة صار مطبوع، بيفرجينا شو الفرق بين المعاناة وبين الألم، وبيفرجي فعلا مع خبرات الإنسان اللي عم يمرق فيها ليش مهم الإنسان يعمل هالشي، هو طوعا من أنه ينطر أشهر وسنين تمرق وآخر شيء تجي الحياة تجبره بس أنه يعمل هذا التقييم أو يرجع لحاله. شو الفرق بين الألم والمعاناة؟ لنفترض أنه شو بتعلمنا كمان يعني أنه قبل ما نوصل للألم صح. كيف لازم نعرف أنه هذا اللي عم نعاني منه هو اسمه معاناة لنتخلص من فكرة أنه مع مر الوقت نوصل للألم؟ التقييم كنا عم نحكي عنه من شوي بصلب هذا الموضوع. التقييم اليومي بيخلينا نحن نتوقع دايما زلات القدم، لأنه إذا أنا صلحت اللي عم بعمله غلط صلحته تاني يوم على الارجح ما راح اخذ نتيجه هيدي النتيجه السلبيه ذاتها. اذا هالعمل عدته يوم بعد يوم وتراكم وصارت سلبيه فوق سلبيه وعم باذي غيري بلا ما انتبه او ما انا عم بنتبه عم بتصرف بشكل غلط، مش عم بعطي كل بعد من ابعاد الوعي اللي هن بكياني، مش عم بعطيه حقه. قديش بنشوف ناس مثلا بيهملوا اليوم كرمال شغله. هذا اكزامبل صغير، هذا شخص مش عم يعمل بالضروره شيء غلط، هذا مركز على شغله كثير منيح، بس بيوصل بعد سنه سنتين شو ببلش؟ ببلش اوجاع الظهر، ببلش المعاناه هون، بتبلش الالم، صار في اوجاع بالمعده، صار في اوجاع بالظهر، من ورا شو؟ قاعده ورا المكتب، من ورا قله صحتنا، من ورا اكل مش صحي، من ورا قله الرياضه. وبالتالي هدول اكزامبلز صغيره كل انسان عم يختبرها اليوم بالحياه، كل انسان. اذا بهمل حالي عده سنين بده يوصل الالم ويوعيني ويجبرني صير يا اما اخذ ادويه يا اما ارجع اعمل رجع حتى اعوض. ليش؟ الشخص الواعي بيعطي كل حقه بالحياه. بيعطي الجسد حقه مثل ما بيعطي المشاعر حقه، مثل ما بيعطي الفكر حقه. وبالتالي إذا بقدر وفق بين الجسد والمشاعر والفكر بقدر أنا أكون عم بشتغل بحكمة بكل تصرف عم بعمله. زاوج الفكر والمشاعر مع بعض أنا صار تصرف عم بتوجه لحتى يكون كل تصرف عم بعمله تصرف في حكمة، لأنه عم بعطي المشاعر حقه، عم بعطي الفكر حقه. وبالتالي رح يتخف أكثر زلات القدم مع التقييم، مع العودة إلى الداخل لحتى أنا أكون عم بشتغل على حالي من جوا ومن برا، مش بس من برا. بكون عم يعني نبلش إنه نعمل تقييم لنفسنا من الداخل وصولا إلى الخارج لنحسن حياتنا. صح. كمان بالكتاب يعني بتحكي عن حبكات مربوطة عن تحليل سائل الأحلام. يعني من اسمها معروفة إنه الأحلام، يعني مفترض إنه نفسر الأحلام اللي عم نحلمها وإلى رابط يمكن بحياتنا. صح. الأحلام والرؤى كمان كتاب إزوتريك بيشرح كمان يعني ككتاب كامل هذا الموضوع. أنت كمان متفصل فيه يمكن بشكل أصغر بالكتاب. أنا أخذ بس رسالة يعني من الحلم وحاطت كيف تطبيقيا عمليا واحد ممكن يحلل الرسائل. الحلم أوقات حلم واحد بيحمل 4-5 رسائل وبيكونوا مخبيين، كل رسالة إلى خاص بمنحة من ميت. أوكي. بس إجمالا مثل ما بيشرح كتاب الأحلام والرؤى كل حلم هو رسالة لصاحبه، كل حلم هو تفسيره مربوط بصاحبه وبحسب شو متطلبات وعي صاحبه. ما في شيء انه عموما بقول لك اذا بالحلم يعني تفسيره هيك، واذا طلع لك ورده يعني جايك كذا. الحلم هو تفسير الاحلام مش مثل ما انت عم تحكي عنه اللي عاده نحن بنفكر انه هالقد بسيط. شفنا دم بالحلم معناتها انه بيفسد الحلم مثلا الامور اللي يعني
ما بدي اقول المعتقدات القديمه بتفسير الاحلام. صح، لانه الايزوتريك بخلي كل انسان بيعلمه عبر كمان تقنيات التامل ومراقبه حياتنا والرجوع كمان لنا نحن لتصرفاتنا السابقه، انه هذا الحلم شو جاي؟ شو في رساله من وراه؟ ليش اجاني هذا الحلم بهيدا الرساله بهيدي الصوره بهيدا الوقت بحياتي؟ حتى يعطيني رساله تحسين. اوقات نحن بنغفل عن كل رسائل الاحلام، وهذا اللي حطيته بالكتاب، لانه في رساله كثير كانت عميقه بالحلم ما فهمها الا باخر الكتاب بعد كل هدول التقييم وكذا، تفهم الرساله الاساس من الحلم اللي هي كانت معضله كثير كبيره بحياته انحلت من وراء فهم رساله للاحلام. بس كل حلم هو رساله وعي. فينا نستفيد لصاحب من الاحلام اذا قدرنا نفهم شو المساج تبعها، ناخذ العبره منه لحتى نحسن حياتنا ثاني يوم، ويكون استفدنا. إذا بس أخذنا بالحلم كصورة أو كخبرية أو كمشهد أو بس كيف نستفيد من الحلم؟ يعني أنه في كتير أوقات بتحلم قصص مثلا بتكون مخصة بالوقت عايشة أو مخصة بالوعي اللي أنت عايشه. يعني شيء بيجي يمكن من أصحابك من برا من المجتمع أو كذا، أو شيء سمعته أو حتى شيء سمعته على التلفزيون ممكن مزبوط. تحلم فيه أنه ضروري الرسالة تكون شخصية. ليش بدي بالحلم أتذكر بهذا الشيء بالذات اللي حضرته على التلفزيون؟ ما مر يعني علي فيه. صح، وفي رسالة لإلي. هلا مش ضروري ثاني يوم الصبح نفهم الرسالة وتغير حياتنا، بس بيسوى إذا ما فهمنا الرسالة بلحظتها نأيد الحلم نسجله ونتركه بكتيبنا الخاص اللي هو بنحط فيه خواطرنا، اللي بنحط أفكار اللي نحن بينه وبين حالنا ما بنحكيها مع حدا، بس كل إنسان لازم يكون عنده تجرد بالأفكار اللي عم بيحطها لحاله. وبالتالي أوقات الحلم ما بنفهمه دغري، أوقات بيكون في عدة رسائل، بس إذا ما قدرنا نفهمها دغري خلينا نجرب نحلل فيها ونكتبها. بالتالي بدنا نرجع نوصل لوقت المطرح. حتى الخبرات اللي بتصير معنا مع الناس مش ضروري نفهمها دغري، بس اذا رجعنا لها وكتبناها ورجعنا حللنا فيها بنرجع بنلاقي انه والله بترجع الحياه تفتح لي فرصه، انه اذا رجعت تلاقيت بهالشخص في شيء فاتني هذيك المره تقول له اياه. دائما الحياه بتعطينا عده فرص صح لحتى نحسن ولحتى نظبط ولحتى نصلح. اصلا لو الحياه ما فيها فرص الانسان ما عنده بصيص امل بالحياه تعرف فكر فيها. يعني اذا الانسان بضل ما تعمل خطا معين وما في فرصه ثانيه لإله، او حتى مثلا خسر شغله فرص ثانيه للعمل، يعني الانسان بيوقف هون توقف هون احلامه. مش بالضرورة يعني إذا وقف شغلنا اليوم بنضلنا نلاقي شغل، بنضلنا نلاقي شغل. ما هو لأنه في حلم في أمل، وخاصة إنه يكون واحد كمان عم يشتغل على حاله. إذا ما عاد عم يشتغل، أوكي شو ناقصني أنا؟ شو اللي كان ناقصني أشتغله بهالفترة بين الشغلين؟ يشتغل على حاله، مش يقعد ينق بلا شغل وهذا، لا يعني دائما في شيء إيجابي نعمله. العادة اللبنانية اللي هي اسمها النق ما بنخلص منها مثلا منه. يعني هيدي هذا مشكل فعلا عادة، وفي كثير عادات ثانية بلبنان. طبعا يعني كمان ضمن الطروحات يمكن الكتاب هي كيفية التواصل مع الأشخاص ومع الآخر، بما معناه شو يعني كيف نتعامل مع بعضنا، كيف نحكي مع بعضنا. وحتى كل إنسان بشوفه لأول مرة دايما فتش على شو الرسالة اللي أنا لازم أتعلمها من هالشخص، اللي لازم أوصل له إياها. دايما التواصل مع الآخرين لازم يكون على مستوى شوي أعمق من انه نجي بس نحكي بالعاديات ونجي نحكي بالطقس وبعجقة السير وبالسياسه وبالشوب، يعني المواضيع المعتاده عند كل الناس يعني وعن ممكن الحاله الاقتصاديه. يمكن منيحة بأول لقاء، بس أنا تعرفت على شخص جمعتني الحياة بشخص يمكن ما تجمعني فيه مرة تانية. خليني فتش على شو هو الشيء اللي بقدر أنا أتعلمه منه، شو ليش الحياة حطت هالشخص قدامي بهالوقت، أو حتى ترسخ يمكن نفسك تجاه الشخص الآخر، يعني ذهنيته وبفكره أنه وقت يروح يقول أنه أنا اليوم تعرفت على فلان الفلاني، مثلا أنا اليوم عن جد تعرفت عليك، بصراحة رسخت بذهني. في كتير ضيوف مثلا يمكن بيجوا أنا كمان ما بتحس هالشي، بس كيف فينا نعمل هالشي؟ يعني كيف فينا هو عن طريق بتفكير الشخص الآخر، عن طريق نشوف مثل ما كنا عم نقول، نشوف شو هن شوي شو احلامه بالحياه، نشوف شو هن اهدافه بالحياه، نشوف شو هو تحليله لامور معينه هو خاصه فيها، نشوف شوي باي فتره من عمره، نشوف اي شعاع هو مثلا، اي واحد بتراتبيته بين الاخوه، لانه كل شعاع وكل حسب تراتبيته. انت اي رقم بين اخواتك؟ انا الرابع. الرابع انا هو كمان اربعة. في شيء يعني هو بيجي مثلا التراتبيه. اذا بسالك اذا هلا قديش بتحبي الفن؟ كثير، لدرجه اشتغلت بكل شيء بخص الفن، يعني انه عملي هو بحد ذاته فن. اذا بقول لك بالايزوتريك في بهذا الكتاب بالذات في مطرح بيقول لك الشعاع الرابع، يعني المولود الرابع هو الفرجي كمان. والشعاع الاول هيك لنشوف دائما بقوله. شفتي كيف ما في صدفه بالحياه؟ شفتي كيف ما في صدفه؟ ليكي مش معقول، كنا عم نحكي الشعاع الاول، يعني لنفترض اول العنقود دائما اول ولد شو الاراده. الشعاع الاول هو صفه الاراده،
والشعاع الثاني بيعلي فيه المحبة، الشعاع الثالث بيكون الفكر، يعني هلا فكري باخواتك وجربي اربطيها مع الاول ثاني ثالث، والرابع وصولا لحضرتك اللي هو الفهم. بتشوفي هون عم نحط هذه الصفات ليك وينك، واللي بيكون جايب اكثر من 10 اولاد كمان فنديل لهم اياهم. وينك الرابع فهم، مزبوط الرابع الفهم، مش معقوله انا الرابع الخامس فن. علوم، السادس تقوى، السابع حرفة. كذلك هناك مكامن ضعف أو صفات سلبية بارزة في كل شعاع أو غيره. إذا واحد قلتي لي عاشر صرنا بنرجع من السبعة بيصير الثامن بياخذ صفات الأول بس بتكون مخفضة أكثر. أوكي. التاسع بيصير مثل الصفات الثانية، وبالتالي هن صفات الأشعة سبعة. في كتاب هلأ جديد طلع جديد إزوتيريك اسمه الأشعة، اسمه الأشعة الروحية الإنسانية البشرية، بيحكي عن كل صفات الأشعة بحسب شو تراتبيتها، وبيحكي بالتفصيل كتير عن كل هالميزات وليش اجت وليش الفن وليش الفكر وليش الأول إرادة. إنه كل واحد بيخلق مع الأشعة البشرية اللي موجودة فيه، كل واحد بيحمل صفات كل أوكي. إنسان بحسب تراتبيته من إخواته بيحمل هالصفة بشكل عام، بس مش معناتها أنه أنا وياكي ما في عنا صفة المحبة أو ما في عنا صفة التقوى أو ما في عنا الحرفة أو ما في عنا الإرادة، بس الفن يعني الفن هو شيء طاغي بحياتنا. اجمالا المولود الرابع بتكون الفن طاغي على شخصيته، في شقفه من شخصيته، وانما لازم يفعل كل الصفات. وكمان بالكتاب نحكي كيف بيقدر يفعل الانسان صفات السبعه لحتى يكون عم يتطور بكل ابعاد الوعي اللي فيه وبكل هالاجسام الباطنيه الذبذبيه التكوين اللي فيه يكون عم يفعلها، مش بس عم يفعل صفه شعاعه. انور تقريبا شرفنا على نهايه الحديث، ولكن اخر سؤال لك، قد ايه ممكن بالازوتيري عندنا منطقه هندسه الاحداث، وهل هي بمعنى الهندسه يعني من هندس الاحداث مثل ما من هندسها مثلا من هندس بنايه من هندس بيت؟ مزبوط. شوف الازوتيريك بيقول لك كل ما الانسان اشتغل على حاله حتى يجرب يوسع وعيه ويطور وعيه، كل ما اكثر بيقدر يصير يخطط للامور الاكثر اللي عم بتصير معه، من ما انه يكون عم تجي الامور عشوائيا عليه ومش عم يقدر يحلل ليش عم بتصير. وقت بنقول هندسه الاحداث يعني شو اللي عم بيصير، هالوعي الكلي اللي هو عم يشتغل لمصلحتنا ولمصلحتين وعم يبعث له الخبرات اللي لازمه لتطوره. لكل انسان تخيلي، لكل انسان شو ناقصه لتطوره، بتتحط له الحياه احداث حواليه لحتى تفيده بالتطور. كل ما الإنسان يرفع وعيه ويرفع مستوى الفكر التحليل والتركيز والتوثب الفكري، هذا كتير مهم انطلاقا من وعي اللحظة، لأنه أهم شيء هو وعي اللحظة، نوعه شو عم نعمل نحن هلأ، بيقدر يصير أكثر يفهم ليش الحياة عم تهندس هذه الأحداث، شو الرسائل وشو اللي أنا ناقصني تأشتغل على حالي لحن حالي بالحياة. وهذا هدف الإزوتيريك، أنه الإنسان يطور نفسه باطنا وظاهرا، مش بس ظاهرا، لانه ظاهرا ما بيكفي انه الانسان يتطور، بيصير مثل واحد عم يتطور بس افقيا، وبالتالي افقيا ما بنقدر نحن نوصل لانه كل وعي. هل الثقافه مثلا لها دور بالاشخاص اللي حابين يفوتوا على علم الايزوتيريك؟ يعني لنفترض اذا ناس محدودين الثقافه او محدودين العلم بياثر او لا؟ ما في انسان محدود الثقافه، كل انسان عنده اراده للسعي قديش مفتوحه قدامه الطريق. ما في ابدا لزوم لواحد يكون من مش ضروري الانسان يكون التحصيل العلمي مثلا يمكن جامعي والى اخره، ممكن يكون التحصيل العلمي لمحل معين أبداً. للمدرسه للدراسه فقط لا غير، ممكن استعمل علم الازوتيريك والطريق مفتوحه قدام الكل حسب كل انسان قديش عم يسعى، لانه السعي هو اللي بيوصل الانسان. وفي معادله بالكتاب اسمها سعاده، من وين جاي كلمه سعاده؟ اللي هو سعاده كل الناس بتطمح لها، اجت من كلمتين، السعي سعي. السين والعين جايين من كلمه سعي تانسان يسعى، والالف د ت جايين من افاده، لانه اذا الانسان سعى الا ما يطلع له افاده، وبالتالي السعي زائد افاده بيعطي سعاده. وهيدا درب الازوتيريك، انه يسعى الانسان ما في مجال الا ما بده يستفيد، وكل ما الانسان يستفيد وعنده منطق بيقول اذا انا استفدت حياتيا ليش ما بدي اسعى اكثر، وبالتالي بتصير مثل كرة الثلج اللي بتصير تكبر، وكمان بصير حياته كلها عم تتطور. طبعا أنور السمراني بدي أتشكرك على حديثك العميق فعلا، بدي أقول لك ألف مبروك مجددا على كتابك يوم في عالم الوعي. مرسي. يعني إذا لكل الحابين يمكن يشتروا هالكتاب بأي مكتبات موجودة؟ صار متوفر بالمكتبات بأنطوان، متوفر بكافة المكتبات، وموجود كمان بمعهد علوم الإزوتيريك بالحزمية يلي هني على esoteric-lebanon.org. ممكن يشتروا أونلاين كمان، يكون موجود، ممكن يشتروا أونلاين، موجود على مزبوط على نيل والفرات.
وبس يفوتوا على الويب سايت الايزوتيريك يعملوا دغري اوردر. الويب سايت هو esoteric-lebanon.org وبالتالي كل المعلومات موجوده هناك حتى عن المحاضره. بدي اتمنى لك التوفيق، وعن جد دائما ضلكم فعلوا علم الايزوتيريك، لانه فعلا علم فيه افاده للنفس وفيه وعي وللاشخاص. شكرا كثير لك للاوربت. اذا مشاهدينا هذه كانت محطتنا اليوم من محطه الايزوتيريك بعد الاعلان. ضلكم عم بتتابعونا مع الخبير الرياضي كمال نصار مع مونديال 2014 الفرق والتحضيرات، شو راح يكون عم بالبرازيل لهالعام.